اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي يحاول، وضيفي طبعا برحب بيه الكابتن ابراهيم عبد الصمد كابتن النادي الاهلي ورئيس اكاديميات النادي الاهلي اللي برحب وبتشرف في وجوده معايا. كابتن ابراهيم برحب بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ بخير الحمد لله. منور يا كابتن. ربنا يخليك. طبعا قبل ما استكمل كلامي مع حضرتك تعال نروح نشوف ونسمع. طيب خلاص هبدا كلامي مع حضرتك. اكيد يعني انا اتشرفت بوجودي كلاعب مع حضرتك في يوم من الايام، وده اكيد شرف ليا وشرف طبعا انا قاعد وبحاور حضرتك في فقره اكيد ان شاء الله تتمنى يعني تطلع بشكل ان شاء الله جميل وتبسط كل الناس. عايز اعرف طبعا بدايه كابتن ابراهيم الصمد في النادي الاهلي، يعني حضرتك عايزك بقى تحكي لنا عن بدايات حضرتك في النادي الاهلي. البدايات انا كنت في النادي المصري القهري الاول، نادي صغير كده، وبعدين النادي ده كان بيفرخ للانديه الكبيره يعني. فالحمد لله كان ليا، كنت موفق شويه ان انا قابلني الكابتن ميمي عبد الحميد الاول. الحقيقه من اول يوم قابلني فيه وهو بعت للاداريين اللي موجودين معايا وقال لي خليهم يستنوني. فمن اول يوم الكابتن ميمة عبد الحميد شافني كان لي الشرف ان انا اوقع النادي الاهلي في نفس اليوم يعني. الحقيقه تبناني وفضل ورايا لغايه لما ثبت رجلي في النادي الاهلي، لان كانت عندي مشكله اول ما رحت. يعني انا كنت جايبني كجناح ايسر مع اني مش اشول يعني، انما رجلي اليمين زي الشمال الحمد لله يعني. فكان عندهم مشكله في النادي الاهلي، كان في شرط في ناحيه اليمين شويه، فابتدى يعدلني يقول لي لا هنلعبك ناحيه اليمين، فابتدت العدله غير ناحيه الشمال طبعا. شويه فخدت مني وقت، وكان يعني مقتنع بيا وبالقدرات بتاعتي، ففضل ورايا لغايه لما اجت المكانين يعني الحمد لله. فربنا يشفيه يا رب ونتمنى له كل الشفاء ان شاء الله باذن الله. يعني حضرتك لعبت اكيد مع جيل العظماء، لعبت مع كابتن صالح سليم، لعبت مع كابتن حسن حمدي، يعني هل بقى عايز اعرف من حضرتك رأي حضرتك في كابتن صالح؟ اكيد احنا كلنا طبعا عارفين قيمة كابتن صالح، لكن حضرتك كنت موجود معاه، ويمكن الجملة الشهيرة اللي قالها لحضرتك طبعا هنبني لك تمثال في النادي طبعا، ده كانت الله انت عارف كابتن. لا احنا كابتن مذاكرين كويس طبعا. لا والله بص، من بختنا الكويس الجيل بتاعنا احنا، يعني ان احنا اول ما كنا في النادي الاهلي اتواجدنا مع جيل العظماء ده، كابتن صالح الله يرحمه، كابتن طارق سليم، كابتن فناجيل الله يرحمه، كابتن شربيني، كابتن حسام كبير حميد، كابتن فؤاد ابو غيده، كابتن مروان كنفاني، كابتن فيصل، اسامي مش عارف اقول مين ولا مين. الحقيقه كلهم فادونا، اولا اول ما طلعنا معاهم بيعاملونا كاخواتهم الصغيرين وبيوجهونا وبيساعدونا ان احنا نقدم مستوى كويس، وبالعكس بيغذونا بالكرات طول الماتشات عشان يدونا الثقه ونلعب جنبيهم طبعا. لان ما كانش حد يحلم انهم يتفرج عليهم، انما فجاه نبقى في وسطيهم. الحقيقه فادونا كتير قوي، ومن بختنا ان احنا تواجدنا مع الجيل العظيم ده الحقيقه. يعني راي حضرتك بقى في الكابتن صالح؟ يعني الكابتن صالح بقى صالح قائد طبعا، قائد اولا عشرته كلاعب، وبعدين كمدير كوره وكرئيس نادي. كل الناس بيقولوا عليه دكتاتور، لا هو مش دكتاتور، هو كل كلامه في مصلحه النادي الاهلي، وبعدين صح. بيبص لبعيد قوي وتفكيره سابق الناس كلها، فلما بيدي راي بيبقى راي قاطع، وكل ارائه ما فيهاش مصالح شخصيه، بتبقى فيها مصلحه النادي الاهلي. النادي الناس تقول لك لا ده دكتاتور بيتشبث برايه، لا هو ما بيتشبثش برايه، مصلحه النادي اولا، وبيحطها في الاعتبار، وبالتالي قراراته الحمد لله صائبه جدا. على فكره وهو مدير كوره وهو رئيس نادي كان ليا مواقف كتير معاه الحقيقه جدا. انا بقى عايز بقى اقف مع حضرتك عند المواقف طبعا كابتن صالح، نروح لتقرير طبعا خاص بحضرتك كابتن ابراهيم عبد الصمد، نروح نشوف تقرير ونسمع ونرجع نكمل حواري وحديثي مع كابتني كابتن ابراهيم عبد الصمد. لم يكن إبراهيم عبد الصمد محظوظا بالشكل الكافي مع كرة القدم بعدما لعب للأهلي في ظروف صعبة على أثر حرب 67. عاش سنوات عصيبة شهدت توقف النشاط الكروي لفترات طويلة، لكن الحظ عوضه باللعب مع نجوم كبار مثل صالح سليم،
طارق سليم، الفناجيلي، أنور سلامة، مروان كنفاني، هاني مصطفى وغيرهم. صعد عبد الصمد للفريق الأول بالأهلي عام 70 وحتى عام 76. خلال تلك الفترة كان مثالا لنجم الكرة الملتزم الهادئ الذي لا يفتعل الأزمات أو المشكلات أبدا. اتجه عبد الصمد لمجال التدريب مبكرا، وكان له صوالات وجولات في قطاع الناشئين، ساهم في اكتشاف عدد من النجوم. لكن ربما لا يعرف الكثيرون أن عبد الصمد كان سببا في عدم ابتعاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي عن الملاعب مبكرا بعد إصابته في الركبة. الآن يواصل إبراهيم عبد الصمد هوايته في اكتشاف المواهب ورعاية النجوم الصغار، يعرف جيدا أن مستقبل الأهلي في هؤلاء الصغار، يستعين بالمحاضرات الفنية المميزة بالاتحادين الدولي والإفريقي لصقل اللاعبين الصغار وتطوير مهارات المدربين. إبراهيم عبد الصمد مدير أكاديمية الأهلي لكرة القدم يتحدث معنا في كل صغيرة وكبيرة عن أكاديمية الأهلي ورسالته للمواهب الصغيرة مع الأهلي يحاور. دكتور إبراهيم، يعني كنا بنكمل قبل ما طبعا نشوف نسمع التقرير الجميل اللي بيحكي عن حضرتك وتاريخك، يعني انت يعني حاجات جميله طبعا دكتور إبراهيم على وزن طبعا، يعني لعيب كبير ومدرب زي حضرتك فلازم يكون معانا حاجه تليق بحضرتك. والله كابتن مواقف حضرتك مع كابتن صالح والجمله الشهيره اللي قالها حضرتك، هو وهو رئيس نادي كنت انا ماسك الناشئين، يعني تمام كنا بنوديهم مرسى مطروح بيعملوا معسكر هناك فتره الاعداد، فكلمني هناك وقال لي لا اول اتوبيس تيجي لي حضرتك لوحدك تيجي لي فكنت انا ماسك القطاع فرحت له قال لي احنا عندنا كام فرقه؟ قلت له 10 فرق، قال لي كل فرقه فيها كام واحد؟ قلت له 25، قال لي احنا عايزين نقلل عدد الفرق بدل ما هم 10 فرق يبقوا 5 فرق بس. يا كابتن صالح ما ينفعش 5 فرق، يعني معنى كده ان في حوالي 150 لعيب هيمشوا. تمام. فقال لي مق عينك انت وزمايلك، انا عايز في كل فرقه 18 لعيب بس، وخد لي احسن لعيبه في كل مرحله سنيه وضيفهم على المرحله الاصغر. تمام. وده يستعين بده وده. طبعا قعدت اناقشه شويه اكيد طبعا، وهو يعني كان بيحبني الحمد لله، وانا المحبه موجوده بيني وبينه الحمد يعني لله. فكان مستحملني شويه يعني. فالمهم اخر ما زهق مني قال لي بص نفذ، قال لي انت ممكن تطلع لنا كام لعيب في من ال 10 فرق دول؟ قلت له يعني لو 2 لعيبه في السنه يبقى كويس. قال لي بص لو طلعت لي 2 لعيبه في السنه اعمل لك تمثال جنب التيتش بس كده، وطلعهم لي بقى من 5 فرق مق عينك. والحقيقه القرار كان صائب جدا، لان الاعداد بقت قليله مع المدربين، قدروا يعملوا الوقت الكافي للتدريب، المواقف الثابته، التمرينات الفرديه التخصصيه، المدربين ابتدوا يرتاحوا للقرار. والحقيقه ما خسرناش ولا بطوله في الاعوام دي، واحسن سنين طلعنا فيها للفريق الاول. وبعدين كان معايا نخبة ممتازة من المدربين، الكابتن مصطفى يونس، الكابتن إكرامي، الكابتن مختار، الكابتن محمد عامر، مش عايز انسى حد، رمضان السيد، كابتن صفوت عبد الحليم ربنا يشفيه، مجموعة كلهم ما شاء الله الله اكبر، عينيهم جميلة ويكتشفوا المواهب كويس. فالحقيقة ساعدوني وفي اتخاذ القرارات المستعصية اللي طبعاً احنا كنا بناخدها دي، ان ما فيش لعيب يفلت مننا يعني. الحمد لله ما فيش حد فلت مننا، وطلعنا مجموعات ممتازة كلها كملت في الفريق الأول. اللي ما كملش نادي أهلي كمل في الدوري الممتاز في فرق أخرى، يعني ما حدش بطل. موضوع بقى سيد عبد الحفيظ اللي انت بتتكلم فيه بقى، سيد عبد الحفيظ كان مصاب تمام، وكان في المرحلة السنية اللي هي مستغنى عنها، مش هناخد منها. أنا كنت مقتنع بيه جدا جدا، وقلت لا ده ما يمشيش، ووديته نادي النيل. أنا لعبت في نادي النيل يا كابتن، نادي النيل ده كابتن يعني كان وأحمد فوزي كمان، الاثنين كانوا في نفس المرحلة السنية، الحارس المرمى.
وديتهم نادي النيل ومضوا نادي النيل، وكانت عنده اصابه مزمنه في ركبته عالجتها، وفي اخر السنه جبته وانضم لقطاع الناشئين، والحمد لله كانت نظرتي مستقبليه جميله طبعا. وكمل فريق اول وكمل منتخب مصر الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله طبعا. يعني خلصنا كابتن صالح، هاخد حضرتك لكابتن حسن حمدي وزير الدفاع. حضرتك زي ما حضرتك قلت لعبت معاه، فاكيد راي حضرتك فيه كلاعب وكاداري وكرئيس نادي الاهلي اكيد من حضرتك هيكون ليه يعني شكل تاني خالص. انا هو اصلا صديق عزيز طبعا. من الاول انا من المانيال وهو من المانيال، كنا احنا كنا عاملين فرقه الشراب اللي هي كانت الكره السفنج اللي بنلعب بيها في الشارع، وده كنا احنا الاثنين في فرقه واحده انا وهو واحمد باك اللي هو كان مدير الصاله المغطاه، والحمد لله ما كانش في فرقه بتكسبنا. فكابتن حسن حمدي صديق قديم وعشره قديمه، عشرته وهو صغير قوي من ايام كليه التجاره ومتخرج من كليه التجاره، وعشرته وهو لعيب معايا، وعشرته وهو مدير كوره، وعشرته وهو رئيس نادي. الحقيقه مواقفه معايا جميله، ويعني طبعا العشره ما بتهونش على حد، كان واقف جنبي في 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 مواقف كتير قوي، سواء وانا لاعب او كنت ماسك القطاع الناشئين كنت ماسك فرق، فكان واقف جنبي الحقيقه قائد، واستفاد الحقيقه جدا من وجوده كمدير كوره مع الكابتن صالح، استفاد من الخبره العظيمه بتاعت الكابتن صالح الله يرحمه يعني، وكانت قراراته يعني تقريبا ماشيه في نفس الطريق بتاع الكابتن صالح، مصلحه النادي الاهلي اولا وبعدين بعد كده يغب اي حاجه. تحسها كابتن كده ان هي بتبقى فطره كده، اللي بيخش النادي الاهلي دايما بيمشي بالفطره اللي موجوده، بالمبادئ بالتقاليد بالقيم حل. طبعا ملهاش حل، واحنا غصب عنا كابتن كده لا ملهاش حل. ما انا بقول لك احنا بنتعلم، اتعلمنا من ناس عظام جدا والحمد لله اكتسبنا منهم السكه ديت، وبالتالي بنحاول ندخلها جوه اللعيبه الصغيرين اللي احنا بنمسكهم. السلوكيات الاول، كل ما اللعيب يبقى سلوكياته كويسه ويبقى متزن انفعاليا كل ما هتاخد منه كل حاجه طبعا. فيبقى الاول السلوكيات وبعدين الناحيه طبعا. الفنيه طبعا. وحته التعليم دي حتى الناحيه التعليميه دي احنا بنحاول نراعيها مع الاولاد الصغيرين، التعليم اهم حاجه يعني، لازم التعليم يمشي جنب التفوق الرياضي، لان كل ما اللعيب يبقى متعلم كل ما هيتقبل التعليمات كويس وكل ما هينفذها كويس وكل ما هيسمع الكلام كويس. ف ملهاش حل الطريق ده بتاع السلوكيات بتاعت النادي الاهلي دي يعني. بص ادي ظهرك للنادي الاهلي اول ما تخرج بالسور حاجه تانية خالص طبعا. النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي حاجه تانية خالص طبعا خالص، مع احترامي لكل الانديه بتاعت مصر يعني، انما موضوع النادي الاهلي ده موضوع تاني خالص يعني. سمعنا في اول التقرير على ظلم او حاجه تعرضت للظلم موجود طبعا، كونك لعبت في فتره النكسه لحد سنه 76، عايز اعرف من حضرتك هل حضرتك فعلا ظلمت كونك لعبت في هذه الفترة؟ لا هي بص مش ظلم، كل واحد العملية كلها مقدرة يعني. الحرب احنا مالناش دخل فيها، كانت حرب 67 ما وكان ظهورنا فيها مجموعة، إذا كنت أنا ظلمت بمجموعة كبيرة. لا أنا عايز أعرف كابتن يعني كانت هتفرق في حضرتك يعني إيه اللي كان هيفرق مع حضرتك لو ما كنتش لعبت في الفترة دي، كنت لعبت في فترة تانية؟ طبعا كان كابتن إبراهيم ده اللي أنا عايز أعرفه من حضرتك. لا ما فيش دوري طبعا، الدوري متوقف طبعًا. مجموعه متميزه جدا من اللاعبين، الكابتن هاني مصطفى بنشفيه، كابتن انور سلامه، الكابتن صلاح حسني، مجموعه فكابتن فتح مبروك، هم لحقونا طبعا مصطفى يونس وكرامي، كابتن خطيب برضه لحقنا في السبعينات طبعًا. كل دول لحقونا، فطبعا الدوري كان واقف مستمر ما يعني ما ابتداش الا سنه 71 يمكن. فحتى كابتن صالح وقال انا براهن على الفرقه دي ان ما حدش هيغلبها، فكانت دورات صيفيه وماتشات وديه، كنا بنسافر البلاد العربيه يعني. النادي الاهلي طبعا ليه وظيفه اجتماعيه لازم يعملها طبعا، كنا بنشارك في المجهود الحربي، فكنا بنسافر البلاد العربيه نلعب لصالح الجيش المصري يعني. فطبعا الدوري العام غير يعني، الدوري العام المحلي بيبقى غير، وطبعا بيربز النجوميه شويه زي ما هو حاصل اليومين دول. فطبعا لو كان تواجدنا في وقت غير كده كان هيبقى الموضوع متاخر طبعا، موضوع غير كده خالص يعني. بس طبعا الحمد لله وكل حاجه، الحمد لله ان احنا تواجدنا مع جيل العظماء وتعلمنا منهم وقدرنا نوصل الحاجات اللي اتعلمنا منهم للناس اللي في الاكاديميه اللي احنا ماسكينهم دلوقتي، والحمد لله يعني. طيب يعني يا كابتن اكيد في كل مواقفك او كل الاجيال اللي حضرتك عصرتها ونجوم كتيره جدا لعبت معاها، ابرز اصدقاء
كابتن ابراهيم عبد الصمد، مين ابرز الاسماء اللي حضرتك طبعا كنت بتتمتع ولسه طبعا على صله معاهم لحد دلوقتي من اللعيبه الكبار العظماء اللي حضرتك هي احنا كنا ايه؟ كنا مجموعه بتاعت المجموعه اللي كنا بنلعب معاها في النادي الاهلي، كلنا كنا ايه بنسهر مع بعض يوم واحد بس، اليوم اللي بعد اللي يعني بنلعب الماتش بعديه اليوم الماتش بقى بالليل نروح بقى نتعشى في حته ونروح نظهر كل المجموعه الحقيقه، الكابتن حسن والكابتن هاني والكابتن انور سلامه يعني فتحي مبروك، المجموعه دي كلها الحقيقه كنا زي العيله. اولا التمرين مثلا بيبقى الساعه 3 تمام الظهر، من الصبح تلاقينا متواجدين في النادي من الصبح، لعيبه محترفه من يعني الصبح موجودين فينا، ما حدش بيقول لنا تعال ولا حاجه، بس يعني بنحب بعض وبنقعد مع بعض ونطلع نلعب بلياردو مع بعض ونطلع على التمرين ننزل نتعشى مع بعض، بيتنا يعني بنروح الصبح بنمشي بالليل بعد ما بنتمرن بنتعشى بنمشي، ده بيتنا في النادي طبعًا الاهلي. طبعا المجموعه كلها كانت زي العيله، والنادي الاهلي كله كان عيله، كنا يعني حتى الالعاب المختلفه كلها كنا بنعمل دورات كل لعيب من كل حته ومن كل لعبه يعني كره طايره كره يد كره قدم، بنعمل ماتشات في الملاعب الصغيره بتاعتنا، فالنادي الاهلي كان عيله جميله كلها مترابطه يعني. اكيد يا كابتن في بقى مواقف حضرتك ما تقدرش تنساها، يعني اكيد وجود حضرتك طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني وجود حضرتك كلاعب وكمدرب وفي قطاع الناشئين اكيد في كده شويه مواقف حضرتك اكيد ما تنساهاش جوه النادي الاهلي. الحقيقه ما كانتش جوه النادي الاهلي، هي في مواقف انا مش ناسيها ولا في المنتخب الحقيقه، وانا في المنتخب الحقيقه مواقف كتير قوي برضو الحقيقه، يعني المدربين بتوع النادي الاهلي ساعدوني فيها كتير، كانت اول سفريه ليا المانيا وروسيا مع المنتخب، وطبعا انا مسافر مع عمالقه يعني انا مش متوقع ان انا اشوفهم، فكون ان انا ابقى في وسطيهم والعب في وسطيهم، كابتن طه اسماعيل ربنا يديله الصحه، كابتن شربيني، كابتن شاذلي، كابتن مصطفى رياض، يعني عمالقه ما, ما 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 العب في وسطيهم دي حاجه حلم يعني. اول ماتش مع المانيا الشرقيه، فالكابتن عبد الصالح الوحش الحقيقه ربنا يرحمه يعني، كنا مغلوبين مش عايز اقول كام، فنزلني اخر 10 دقائق، فاخر 10 دقائق دي احنا كنا مهزومين، وقال لي بص الباك ده مش عايزك تسيبه، الباك هرينا يعني مطلع عينينا يعني، فالمهم نزلت اخر 10 دقائق، فبعد الماتش بقول له يعني انت يعني نزلتني ليه اخر 10؟ قال لي عشان تبقى لعيب دولي وتبقى اول لعيب لعب دولي قبل ما يلعب دوري عام. لا فالحقيقه يعني افضله عليا كتير، والموقف ده الحقيقه ما انساهوش يعني. كابتن طه الطوخي نفس الوضع، قبل ما نسافر مع المنتخب كنا بنسافر مع النادي الاهلي، كان في سفريه قطر وكده والبحرين، برضه مسافر مع نفس المجموعه وانا برضه يعني ما كنتش مصدق ان انا مسافر معاهم. كابتن ابو غيده اتخبط في اول 10 دقائق، لقيت الكابتن طه الطوخي ربنا يديله الصحه يا رب بيقول لي قوم سخن، قلت له ايه انا؟ قوم سخن كابتن طه، كابتن ابو غيده بيلعب مساك وانا بلعب بونجايت، قلت له انا يا كابتن؟ قال لي قوم سخن. فالمهم طبعا يعني تكتيك في الماتش، رجع الكابتن محمدين ورا ونزلني وينجايت، فدي برده من المواقف اللي ما انساهاش. موقف تاني برده في النادي الاهلي، كان برضو المجموعه الجامده ديت، وكان النادي الاهلي مسافر لبنان، انا طبعا ما سافرتش معاهم، كنت لسه بادئ في النادي يعني، ولما جم كان الكابتن صالح هو رئيس البعثه، كان رئيس البعثه وفي نفس الوقت بيلعب يعني، فلما جم عملوا ماتش بقى بين الناس اللي كانوا مسافرين والناس العسكريين، كان العسكريين ممنوع يسافروا ايامها، وانا طبعا معاهم يعني ما كنتش عسكري ولا حاجه، بس معاهم يعني. الكابتن ابراهيم حسين اعتذر ان هو كان مصاب يعني، فالكابتن حميد قال لي الماتش ده بقى بتاعك، وهو ده بقى اللي يا اما يوقفك على رجلك يا اما الحقيقه الكابتن فناجيلي كان ليه دور غير طبيعي في الماتش دوت، اول ما نزلنا طبعا الجمهور كله مع الكابتن صالح طبعا يعني ملهاش حل ضدنا، فنزلوا جابوا جول، لقينا الجمهور طبعا، انا كان جوه كده كوره عشوائيه كده مسكتها، قصدي كان الكابتن سايس الله يرحمه قصده، شوطه جبتها جول 1-1، فالكابتن فناجيلي راح ناديه لي وقال لي اسمك ايه؟
يعني قلت له انا اسمي ابراهيم يعني. فقال لي بص عايزك تنزل السكس رايدر تمسك الكوره وعايزك تدهيني ومش عايز اشوفك الا ورا المدافع. الماتش ده لا يمكن انساه لان انا جبت 3 اجوان من الـ من الـ من الكابتن فناجيلي وهو الحقيقه يعني الماتش ده هو اللي لعبني في النادي الاهلي. طيب الحقيقه ما 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 مواقف كلها تبين قد ايه اللعيبه الكبار جوه النادي بيحتضنوا اي ناشئ صغير يطلع وبيساعدوه انه يحط رجله في الملعب كويس يعني. طيب استاذن حضرتك نروح تقرير مع الدكتور عمرو ابو المجد رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي وارجع اكمل حواري مع كابتن ابراهيم عبد الصمد. الفكره جت الحقيقه ان احنا كنا بنفكر ان احنا نتعاقد مع نادي اخر بحيث نودي له اللعيبه الزياده عندنا. احنا بنسجل عدد من اللاعبين بيبقى فيه لعيبه زياده بيبقى فيهم ناس كويسه. هو في الوضع الطبيعي ان انت ما بتقدرش تسجل الزياده دول فبيروحوا انديه ثانيه بيلعبوا وبيظهروا ومنهم اللي بيبقى مميز بتيجي تشتريه ثاني. فاحنا فكرنا ان احنا في الولاد الصغيره بالذات اللي هم من 8 سنين لغايه 12 سنه ودول 4 فرق العدد الزياده نعمل بيهم منتخب من المدرسه الزايدين مع احسن لعيبه في الاكاديميه وننزل بيهم في دوري بين المنطقه. فكانت في الاول الفكره يعني سطحيه لكن لما الواحد فكر فيها بتعمق وفكرت مع الكابتن ابراهيم وجدنا ان هذه الفكره لو طبقت بالشكل المناسب وساعدنا اولياء الامور بتفاهم ان اولادهم هيبقوا كويسين وممكن يبقوا احسن من اللي موجودين في المدرسه عندنا الف هتنجح الفكره. فعلا ساعدنا اولياء الامور كتير وجينا فهمناهم وابتدينا نشترك بالاربع فرق والحقيقه نتائج باهره. يعني بعد 5-6 ماتشات جه الكابتن ابراهيم قال لي في اولاد ظهروا احسن من اللي انتوا واخدينهم في الف. في نهايه البطوله اقول لك الاربع فرق 3 كسبوا اول وفرقه خسرت في الفاينل. في الاولاد خدنا عدد لا باس به على الاقل 27 واحد خدناهم يعني كل فرقه على الاقل فيها 5-6 وفي ناس طالعه معايشه ممكن من خلال المعايشة شهر كامل مع الفريق الأساسي ممكن يطلع منهم ناس كويسة. منطقة القاهرة قايمة بواجبها على أكمل وجه فيهم ناس محترمة جدا وكلهم زمايلنا وحبايبنا ولكن بتقابلهم مشكلة عويصة وهي مشكلة التزوير والتسنين. إذا ما قدروش يقضوا على هذه المشكلة ويحلوها الحل الجذري فكل البطولات اللي بتتعمل لا فائدة منها. ما فيش نادي في مصر انا قلتها 100 مره ما فيش نادي في مصر الا ما عنده لعيبه مسننين على الاقل. حته البطولات ما كانتش في الاستراتيجيه بتاعتنا. احنا نفس اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت اللي هم ما كسبوش غير بطوله واحده بالقرار اداري خاطئ او حد مزور او بتاع. لكن انا بقول لك يكفي النظام اللي موجود يكفي المنظومه الموجوده يكفي الملاعب اللي انت شايفها على اعلى مستوى يكفي الجداول اللي بتتحط كل واحد عارف ميعاده امتى وينزل امتى يتمرن امتى يكفي الاستراحه اللي تعاد تشكيلها يكفي ان 50% من اللعيبه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت مش قاعده في الاستراحه لان هما لعيبه مش كويسه. السنه دي كمان في بعض اللعيبه اللي هتستبعد من الاستراحه. المدربين الدورات اللي بنديها المدربين والمحاضرات والتثقيف الجيم ومخطة الأحمال اللي جبناه بيخطط لكل النواحي البدنية النواحي الفنية النواحي المهارية. السنة الجاية هيبقى في مفاجآت أخرى في جهاز هيبقى للتدريب الفردي دي حاجة جديدة في الكرة المصرية. في شغل على أعلى مستوى اللي اتعمل في خلال العشر أشهر أنا بقول دول ما يتعملوش في 10 سنين في النادي الأهلي. مع
مرحب بحضراتكم من جديد، وضيفي وضيفكم الكابتن ابراهيم عبد الصمد رئيس اكاديميات النادي الاهلي. كابتن ابراهيم، يعني اتكلمنا مع حضرتك يعني ككابتن ابراهيم كلاعب، نروح بقى كابتن ابراهيم مكتشف المواهب، مكتشف اللاعبين، وبدايه حضرتك مع كابتن سراب حفيظ. عايز اعرف بقى ازاي حضرتك اكتشفته، والاصابه بتاعته طبعا اللي كانت عنده في قطاع الناشئين، ازاي بقى اتعاملت معاها وايه القصه بتاعتها؟ يعني حضرتك عارف كابتن سيد يعني مشكله ركبته دي اثرت عليه في مسيرته الكرويه، فعايز اعرف من حضرتك طبعا بدايه كابتن سيد والاصابه والقصه بقى اللي حضرتك هي البدايه كان. مش البدايه مش معايا انا، جيت لقيته في القطاع وفوجئت بيه في وسط السنه ان هو مصاب. لما خد الكابتن صالح الله يرحمه القرار ان احنا نقلل عدد الفرق ونقلل عدد اللعيبه، كان هو ملوش وجود خالص وما كانش بيلعب. تمام. لان الاصابه كانت مؤثره عليه جدا، وهو كمان كان مكسل في انه يتعالج. فبالتالي لما جه المدربين ماسكين فقال لك لا مش معقوله هناخد واحد مصاب، واحنا العدد كمان اقل من 25 بقى 18، فما ما اختاروهوش. انا كنت مقتنع بيه جدا ومقتنع بادائه وشايفه حاجه كويسه قوي. ايه بقى اللي خلى حضرتك عندك اليقين ده؟ ما هي بقى هي دي الـ زي ما تقول ايه، الموهبه اللي عند حضرتك اللي بتبص. يعني في حاجات الواحد بيشوفها في ناس تانيين ما بيشوفوهاش. يعني بيعمل لعبه معينه، بيطلع حاجه في مثلا، بيعمل الثلاث خطوات، في سرعه، في بياخد اماكن كويسه لزمايله، بيدي حاجات سوهات لزمايله في اماكن كلها ممكن نجيب منها جوان. فواضحه فيه جدا، وواضح ان هو عنده حاجات كتير، والاصابه معطله. اهتميت بيه جدا بعد ما وديته نادي النيل، وطبعا خدت الاستغناء من نادي النيل مسبقه قبل ما اوديه، عشان ابقى ضامنهم هما الاثنين، احمد فوزي وسيد عبد الحفيظ. يعني ابتديت خصصت له دكتور في النادي يجي يعالجه، والشقه بتاعت النادي اللي كان موجود فيها النادي الاهلي برضه، هو يعني هو كانه في النادي الاهلي بالظبط، كل حاجه كان كانه موقع في النادي الاهلي، كل علاجه، كل مصاريفه، كل اكله وشربه ونومه، كله تبع النادي الاهلي، ولا ليه دعوه بنادي النيل خالص. هو ماضي بس في نادي النيل عشان اضمن ان هو يتمرن طبعا، وان هو ما يروحش مني بعيد. ما يروحش مني بعيد. فلما بعد الاصابه ما الحمد لله جابت نتيجه، كنت قايس عليه جوه، كان هو مكسل شويه في انه يتعالج. فكنت قايس عليه جامد يعني، وكان بيزعل مني ساعات ان انا قايس عليه، بس بعد ما خف وابتدى يلعب ورجع قال لي فعلا حاجه ثانيه، وانا لعيب بتعالج وانت بتقصوا عليا عشان مصلحتي، وكنت مش حاسس ان انت بتعمل لمصلحتي. فالحمد لله يعني كنت شايفه لقدام. يعني نفس الكلام احمد فوزي شايفه جون كويس قوي، والنادي الاهلي لو استغنى عنه هيبقى حاجه قليله قوي. برضه نفس الوضع بتاع سيد عبد الحفيظ، برضه وديته نادي النيل معاه في نفس السنه ورجعته في اخر السنه، والاثنين طبعا لعبوا فريق اول الحمد لله. محمد فاروق انا كنت لسه اقول لحضرتك كابتن احمد ايوب، محمد فاروق جايبه من نادي اسكو وهو 12 سنه. مين تاني؟ كابتن احمد ايوب بتوع نادي النيل قالوا لي عندنا لعيب كويس عايزينك تشوف ناس. يعني كابتن، عشان بس بمناسبه ان احنا بنتكلم على نادي النيل، الناس ما تعرفش نادي النيل. يعني حضرتك برضو نادي النيل ده كان نادي هو بنسميه النادي الاهلي به، النادي الاهلي يعني اللي بياخد اللعيبه، بيفرخ للنادي الاهلي. كان زي الاتحاد العباسيه زمان طبعا، ما او بيعمل اعاده تاهيل. فنادي النيل ده كان هو بنودي اللعيبه فيه، زي نقول ايه، ثلاجه يعني، بنحطه سنه يلعب ماتشات احتكاك ونجيبه تاني. احمد ايوب فروحت قلت لهم قولوا لي على اي ماتش احمد ايوب بيلعبه وانا هروح اتفرج. كان الساعه ماتشات الناشئين الساعه 10 الصبح في الجزيره، رحت اتفرجت عليه. قلت لهم الاستغنى تيجي النادي الاهلي النهارده، وجبت احمد ايوب. حسن مصطفى جايبه من مركز شباب الجزيره وهو 11 سنه. يعني حضرتك بسم الله ما شاء الله بتنشن على السن الصح اللي بيقدر يتواجد. هشام حنفي جايبه من نادي النيل، جايبه من نادي الصيد، اسف، نادي الصيد الدقي، وهو 12 سنه.
كان هو والكابتن حازم امام، كنت انا منشن عليهم هم الاثنين. لكن كابتن حازم فلت؟ لا، كابتن حازم جه قال لي كلمه لذيذه قوي انا فاكرها لغايه دلوقتي، قال لي انكل ما ينفعش. قال لي انكل ما ينفعش اروح النادي الاهلي، ده ابويا وجدي زملكاويه، ابويا حماده امام وجدي، ما ينفعش اروح النادي الاهلي. فقلت له لا خلاص، وقدرت اخد هشام حنفي منهم يعني. فالحمد لله يعني الواحد ليه نظره كده في انتقاء المواهب الصغيره يعني. يعني طبعا اسامي كبيره جدا طبعا، وحضرتك كان ليك دور كبير جدا في صعود اكتر من اسم، لكن يعني لسه مكملين مع حضرتك. لكن هنروح لتقرير مع الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقه القاهره، ونرجع نكمل حواري مع حضرتك. زي ما انت شايف اعداد كبيره والناس كلها فرحانه طبعا بمجهود وتعب السنه كامله، كل البراعم خدوا طبعا جوائز وشهادات، لان انت عارف ان البراعم مهرجانات ومش مسابقات ما فيهاش النقطه والحساسيه والشد العصبي بتاع الاجهزه، واللي بينعكس على الولد الصغيرين في السن الصغير ده طبعا ما فيش شد عصبي. فالحمد لله كان ختام الموسم، وان شاء الله باذن الله يعني نتمنى المزيد في الموسم اللي جاي. منطقه القاهره بتشمل اكبر عدد من الانديه ومراكز الشباب على مستوى مصر كلها، الحمد لله بكل ماده عمالين نوسع في القاعده بتاعه البراعم والناشئين، حتى كمان في ولاد وانديه من محافظات تانية ومناطق تانية بتشترك معانا عشان ترتفع بمستواها. شايف المهرجانات بتاعتنا على مستوى عالي وناجحه، فبيحاولوا ان هم يدخلوا معانا يشتركوا، ده بيزود برضو العبء علينا ويزود الاعداد. بس احنا طبعا بنتمنى طبعا المزيد زي ما بقول لك من الفرق والمزيد من الاولاد اللي هي بتمارس النشاط، وربنا يسهل ان شاء الله. مش غريب على منطقه القاهره، انا اصلا ابني بيلعب في الجونه اللي اخده مركز ثاني في 2006، فكنت جاي معاه. بس انا كنت بلعب كوره زمان قبل التمثيل، وكنت في منتخب مصر ومنتخب القاهره الاول، فكل بقى المدربين والمسؤولين في منطقه القاهره كانوا يعني اساتذتي انا او مدربيني، والاداريين بتوعي كابتن شاكر عباده، كابتن محمد حشيش، الناس دي كانوا يعني ليهم افضل علينا، واحنا كابتن قصاص وكابتن محمد الشربيني رئيس المنطقه. فطبعا لما دعوني ما اقدرش اتاخر في حاجه زي دي، خصوصا كمان ابني هيتكرم النهارده. الرياضه حاجه مهمه جدا في حياتنا، وهم احنا الرياضه بتبدا من قاعده الناشئين اللي الاهلي عاملها اكاديميه الناشئين، اكاديميه عظيمه انا فخور بيها بصراحه بجد فعلا، بعيدا عن الانتماءات، حاجه يعني مفخره لمصر. يبقى عندنا اكاديميه بتطلع هذا، انت شايف الكم قد ايه، وفي قبلهم بقى كتير جدا اللي هم ما صادفهمش الحظ ان هم يوصلوا للنهائيات يعني، فحاجه جميله. وهي زي ما قلت لك الرياضه بتبدا من السن ده، فالحمد لله يعني انا شايف ان في تقدم كويس قوي، هتفضل مصر طول عمرها ولاده ورائده. أكيد كلام مهم جدا من الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة، وأكيد الفنان محمد الشقنقيري، وكلامهم على موسم أكيد كان كله تعب في الآخر، ربنا توج طبعا مجهوداتهم بالشكل اللي حضراتكم ما شفتوه. لكن قبل ما نروح ونكمل حديثنا مع الكابتن إبراهيم عبد الصمد على الأكاديميات الخاصة بالنادي الأهلي، معانا كلام كتير جدا جدا، هنروح لتقرير خاص بأكاديميات النادي الأهلي، ونرجع معانا ساعة كاملة مع الكابتن إبراهيم، وكلامنا كله هيبقى عن أكاديميات النادي الأهلي. نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. من هنا تخرج المواهب، من هنا يبدأ الصغار المشوار. هنا أكاديمية الأهلي لكرة القدم. تمتلك أكاديمية الأهلي الكثير من الفروع في محافظات مصر المختلفة، بخلاف أكاديمية الأهلي بالكويت. هناك مخطط مدروس بإنشاء العديد من الفروع الأخرى. تشهد أكاديميات الأهلي إقبالا مكثفا في السنوات الأخيرة، وزيادة واضحة في أعداد الناشئين الصغار، خاصة بعد التنسيق بشكل كامل بعد الأكاديميات وقطاع الناشئين. ابتكر إبراهيم عبد الصمد مدير الأكاديمية ورفاقه من المدربين الكثير من الأفكار، منها البحث في كل الأكاديميات، انتقاء اللاعبين المميزين، وتكوين منتخب للأكاديمية مع ضم لاعبين من قطاع الناشئين لمنتخب الأكاديميات.
في نهاية الموسم يتم عرض اللاعبين المميزين من منتخب الأكاديمية على قطاع الناشئين، وقد خاضت فرق الأكاديمية الكثير من المباريات الودية والبطولات المصغرة لاكتشاف المواهب، حتى أصبحت أكاديمية الأهلي مدرسة لتعليم أسس كرة القدم وفق الأنظمة العالمية الحديثة، وذلك في إطار مبادئ النادي الأهلي. شعار الأكاديمية هو الالتزام بشكل عام بالقيم والمبادئ والأخلاق والولاء والإخلاص للنادي. من أهداف الأكاديمية اكتشاف وتنمية المواهب للمشتركين بالأكاديمية وتأهيلهم للالتحاق بفرق النادي المختلفة، حيث تم افتتاح الأكاديمية في موسم 2006-2007. تم تصعيد عدد 265 لاعبا إلى فرع القطاع في الناشئين المختلفة، مستمر منهم ضمن فرق القطاع حتى الآن عدد كبير من اللاعبين. تم إلحاق عدد من لاعبي الأكاديمية بفرق وأندية مختلفة في مصر، وصل عددهم إلى ما يزيد على 200 لاعب تقريبا. تحرص إدارة الأكاديمية على المتابعة الشاملة لجميع المسابقات للأعمار السنية المختلفة في مصر من خلال برنامج يتم تنفيذه بمعرفة إدارة الأكاديمية وتكليف المدربين في جميع الأفرع بمتابعة المباريات وإعداد تقارير كاملة عن أحسن اللاعبين في جميع الأعمار السنية وتنمية قدرات اللاعبين من النواحي الفنية والارتقاء بالمستوى التربوي والنفسي والصحي، إلى جانب الارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي وتنمية روح الانتماء والانضباط بالتوازي مع النواحي الرياضية. من أهداف أكاديمية الأهلي إعداد كوادر فنية وإدارية للاستفادة منها داخل النادي وكذلك داخل المحافظات وزيادة شعبية النادي الأهلي في جميع المحافظات وإتاحة فرصة عمل جيدة لأبناء النادي وتنمية وزيادة الموارد المالية للنادي والارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأكاديمية. أكيد شفنا تقرير مفصل عن أكاديمية النادي الأهلي والدور البارز طبعا اللي بيقدمه الكابتن إبراهيم عبد الصمد. كابتن إبراهيم، يعني أكيد نقلة كبيرة جدا لأكاديمية النادي الأهلي، لكن حابب أسمع من حضرتك يعني هدف الأكاديميات وعدد أكاديميات النادي الأهلي، وإيه الدور الرئيسي اللي حضرتك شايفه الأكاديميات النادي الأهلي يعني عليها دور إن هي تعمله في خلال الفترة اللي جاية. عدد الأكاديميات 12 أكاديمية منتشرين في المحافظات، في كل محافظات مصر، مش كلها. في أكاديمية في الكويت، في 5 في القاهرة، في المنصورة، في أسوان، في سوهاج، في أسيوط، في 2 في إسكندرية. دول كل الاكاديميات اللي موجودين عندنا. كابتن ابراهيم، يمكن انا عايز اعرف بس من حضرتك قبل حته الفروع، هل يعني دايما اعضاء الاهلي الجزيره بيكون عندهم مشكله دايما في ان هي الاكاديميه الاهلي بتبقى موجوده في مدينه نصر او موجوده في فروع تانية بس بعيده شويه عن اهلي الجزيره، هل ممكن يكون في فرع الاهلي ممكن النادي الاهلي ممكن يعمله يبقى اكاديميه قريبه من سكان اعضاء اهلي الجزيره ولا موجوده؟ احنا بنتكلم على اكاديميات، اكاديميه داخل النادي الاهلي. ما هي النادي الاهلي فرع الجزيره ده للفريق الاول بس. ما انا بتكلم حضرتك في كده ان ممكن هيبقى موجود طبعا فرع حتى موجود يعني بجانب النادي الاهلي الجزيره، بحيث ان الناس احنا تبقى عاملين فرع في مدرسه السعوديه. ما انا عارف، تمام، دي جنب جامعه القاهره، دي يمكن اقرب حاجه. في فرع في حلوان، تمام، في فرع في النادي الاهلي في الشيخ زايد، فرع في مدينه نصر، فرع في القطاميه، دول اللي موجودين جوه القاهره. في المنصوره بقى ده الاقاليم بقى اللي احنا واخدينها، المنصوره، اسكندريه، في زي ما قلت لك اسوان وسوهاج واسيوط، دول اكاديميات تبع وجه قبلي. وفي طريقنا ان شاء الله مجلس الاداره كان وعدني، يعني لما قعدنا مع لجنه الكوره الكابتن الخطيب الكابتن زيزو والكابتن علاء، قال كنت مقدم حوالي 4 اكاديميات جاهزين للافتتاح يعني، فقالوا لي طب اجل الكلام ده لاخر فين السنه. فين اماكنهم يا كابتن؟ واحده في الدلنجات، تمام، واحده في المنيا، تمام، واحده في العاشر من رمضان، تمام، وواحده في كف الشيخ، وواحده في يا ربي في التجمع الخامس، تمام. يعني برضو حضرتك بتحاول تشمل على قد ما تقدر ان هو يكون موجود. يعني قدموا لي حاجات قريبه قوي في الانا،
تمام. وبني سويف لسه مقدمين لي الشهر اللي فات طبعا، كل مأجلين كل الكلام ده عشان ربنا يشفيه طبعا الكابتن الخطيب لما رجع بالسلامة. هنبتدي نناقش كل الأكاديميات اللي مقدمين لي الأوراق طبعا. قبل ما بقدم الورق ده للجنة الكرة لازم أروح أشوف يعني طبعا، لازم أروح أشوف الملعب، لازم اروح اشوف اوضه اللبس واشوف الحمامات واشوف اماكن الجلوس بتاعتي يعني. لازم يكون ليك معايير لازم قبل ما توافق على الطلب طبعا. اما لا في حاجات ما وافقناش عليها يعني، في حاجات لما انا رحت اتفرجت ما وافقتش عليها وقلت اللجنه انا مش موافق، الكلام ده لا يتناسب مع النادي الاهلي. زائد ان احنا لما بنيجي نتعاقد ما بنتعاقدش مع افراد يعني، ما يجيش واحد يقول لي انا عايز افتح اكاديميه في الحته الفلانيه، لا يعني لازم اتعاقد مع مؤسسه او جهه حكوميه او مركز شباب، او لازم حاجه حكوميه ليها سجل تجاري واعرف اتعاقد معاها. النادي الاهلي ما بيتعاقدش مع اي حد طبعا يعني. فده اسلوبنا في التعامل يعني. طبعا يا كابتن عايز اعرف من حضرتك طبيعه عمل اكاديميات الاهلي والهدف منها، هل هو الهدف ان حضرتك برضو تفرغ عدد من اللعيبه اللي تبقى موجوده في قطاع الناشئين من الفريق الاول؟ طبعا، ما هي ده الهدف الاسمى الاساسي اللي معمول منه الاكاديميه. الهدف المادي ده نمره 2 بالنسبه للنادي الاهلي غير الاكاديميات التانيين يعني، مش عايز اجيب صيت حد يعني. انما النادي الاهلي الاول الهدف الاول اللي عنده ان احنا نقدر نفرغ لقطاع الناشئين لعيبه جاهزين فنيا، لان احنا لما بنشتغل بنعلم المهارات لمده طويله جدا لغايه لما يتقنها الولد، وبعدين احنا بنعلم من سن صغير، احنا بناخد في الاكاديميات من سن 4 سنين. ولا تتصور التجاوب يعني، لا تتصور التجاوب في الاعمار الصغيره دي، لا تتصور ازاي بيستوعبوا وازاي بيسمعوا كلام المدرب وازاي بيبقى العقاب بتاعهم في البيت دلوقتي، ان لو ما مثلا لو ما كلتش مش هوديك التمرين، لو ما عملتش الهوم ورك بتاعك مش هوديك التمرين. حاجه ليها علاقه بالكوره دلوقتي، لا حاجه موضوع تاني خالص الحقيقه. بعد اتفرج عليهم وانا بلف في الاكاديميات حاجه ما شاء الله يعني، ان شاء الله هيبقى النادي الاهلي مش محتاج يشتري حد من بره الفترات اللي جايه. احنا في شغلنا الفني في جوه الاكاديميات بن بن مقسمين الولاد لثلاث مراحل يعني، البيجينر خالص اللي هم الولاد اللي هم ما بيعرفوش حاجه خالص في الكوره، ما عندهمش اساسيات يا جماعه، ما فيش اساسيات خالص، فبنخليهم لوحدهم عشان طبعا احنا واحنا بنشتغل بنراعي الفروق الفرديه بين اللعيبه وبعضها، فما بنحطش حد قليل مع حد قوي يعني، فبنقسمهم المجموعه البيجينر خالص بنحطهم لوحدهم، وبعدين المتوسطين بنحطهم لوحدهم، وبعدين المجموعه المتميزه اللي احنا بقى بنجهزها انها بقى يعني تشترك في المهرجانات بتاعه المنطقه او في المسابقات بتاعه المنطقه، عشان بعد كده نقدر نقدمهم لقطاع الناشئين وهم عارفين بالظبط القصه ازاي واماكنهم ازاي. وبالتالي جات لنا بقى التفكير بتاع الاهلي به ده. اول ما استلمت قطاع الاكاديميات السنه دي لقيت ان الاكاديميات ممكن في لعيبه اولياء الامور بيستعجلوا واحنا ما بنبقاش لي يعني ما بنمضهمش الاكاديميات، ما بنمضيش الاكاديميات دي يعني اللي بتدفع بتشترك طبعا بمصاريف يعني طبعا، فما كناش بنمضيهم. فجد لي التفكير بتاع الاهلي به ده ان انا لازم الاكاديميه يبقى ليها هدف انها تطلع لقطاع الناشئين. طبعا عشان احنا ما لناش صوت في المنطقه لازم اخد موافقه قطاع الناشئين، خدت موافقه الدكتور عمرو بن مجد ان احنا نعمل الاهلي به، وبعدين بعد كده خدت موافقه مجلس الاداره اللي وافق على الفكره، وابتدينا نعمل المنتخبات دي من لعيبه الاكاديميه. فت على كل الاكاديميات، وانا من هنا الحقيقه بتشكر لكل مديرين الفروع بتوع الاكاديميات، الكابتن احمد عبائي ماسك فرع مدينه نصر، الكابتن حماده مرزوق ماسك فرع الاكاديميه في الشيخ زايد، الكابتن محمد عبد الكريم ماسك فرع الاكاديميه في السعوديه، الكابتن مصطفى ماسك الفرع حلوان، الكابتن محمد عزيز ماسك الفرع في القطاميه. بتشكر لهم الحقيقه، قدموا لنا مجموعه متميزه من اللعيبه، وانا اللي كنت بنقيهم يعني، انا اللي كنت بنقيهم بروح الاكاديميات
كلها ونقي من المجموعه المتميزه دي. عملنا منتخب للاكاديميات ووقعنا نادي اهلي. جت بقى الجزء الثاني بقى اللي بيكملنا من قطاع الناشئين. كان في مجموعه من اللعيبه في قطاع الناشئين هيمشوا ويبتدوا يلعبوا في نوادي تانية لان كان العدد كبير في قطاع الناشئين. فقالوا لي طب احنا عايزين نديك مجموعه من اللعيبه عشان برضو يحتكوا معاك وتقول لنا رايك في نهايه السنه. طيب استاذن حضرتك، بس بما ان احنا بنتكلم على الفروع نروح للكويت مع الاستاذ معاذ فؤاد نائب مدير مجموعه التميز المالكه لحقوق اكاديميات النادي الاهلي. طيب الاتصال قطع. ارجع اكمل مع حضرتك قبل ما يرجع لنا الاتصال تاني. كابتن ابراهيم، يعني ليه كان الاتجاه لفروع اكاديميات خارج مصر؟ يعني وايه بقى الخطه اللي جايه؟ هل حضرتك ناوي تتوسع فيها الاكاديميات؟ طبعا مش بس في الكويت. طبعا التفكير موجود، وده الكلام اللي الكابتن الخطيب كان بيتكلمه معايا قبل ما يسافر السفريه الاخرانيه بتاعته، ان احنا لازم نتوسع في البلاد العربيه. وكان في فعلا في ناس مقدمين على انهم يعملوا في الامارات، وناس مقدمين يعملوا. كنا سامعين موضوع الامارات يا كابتن، في سلطنه عمان، ولسه لسه الاتفاق ما تمش. ده اللي حابب ان انا اعرفه لحضرتك. اللي انا بقول لك بقى على الكويت، انا رحت زرت الاكاديميه هناك، قعدت 3 4 ايام واتفقت معاهم ان احنا نعمل المعسكر في القاهره. اتفقت لهم على مجموعه مباريات، وفي نفس الوقت اتفقت لهم مع قطاع الناشئين انه يجي يبص عليهم. في ناس كملوا لغايه الاخر، لغايه الاختبارات الاخرانيه 3، وفق واحد بس لغايه الاخر، واقنعنا اولياء امور انهم هم يسافروا ويسيبوا الولد مع خالته هنا في القاهره. ودلوقتي هو 2005 على فكره، من اللعيبه المتميزه جدا جدا في 2005. يعني بتمنى لي ان شاء الله باذن الله مستقبل كويس جدا مع النادي الاهلي. وده اللي انا بقول لك عليه، ده دور الاكاديميات. عشان كده بقول لك الاهلي به اللي احنا عملناه السنه دي ده، اولا ادى الامل لكل اولياء الامور ان اولادهم فعلا على الطريق السليم، حطيناهم على اول سلمه لقطاع الناشئين. اولا بعد ما اولا الحمد لله احنا اشتركنا باربع فرق، كسبنا مركز اول. اولا النوادي الكبيره كلها مشتركه معانا، يعني في الجونه معانا، وفي انبي معانا، وفي المقاولين معانا، وفي طلائع الجيش معانا، وفي النصر معانا. كل النوادي دي موجودين، غير النوادي اللي هي بتلعب في درجه ثانيه. قدرنا الحمد لله. يعني طبعا انا مش متوقع النجاح اللي حصل. انا مش متوقع، لان احنا ما مش مشتركين عشان مكسب وخساره، احنا مشتركين عشان الاولاد يحتكوا احتكاك جيد، ونديهم تمرينات مركبه كويسه تساعدهم على الاحتكاك القوي ده، وبالتالي نقدر بناهل اللعيبه انها تقدر تبقى في قطاع الناشئين، لان احنا كلنا بنخدم قطاع الناشئين. استاذن حضرتك يا كابتن ابراهيم، نروح للكويت عشان خاطر طبعا المكالمه قطعت. الاستاذ معاذ فؤاد نائب مدير مجموعه التميز المالكه لحقوق اكاديميات النادي الاهلي. استاذ معاذ برحب بحضرتك. يا مرحبا، اهلا وسهلا. طبعا معايا الكابتن ابراهيم عبد الصمد، رئيس اكاديميات الاهلي، وطبعا بيرحب بحضرتك. يا مرحبا، اهلا وسهلا بيك. استاذ معاذ، يعني طمنا، عايزين نعرف من حضرتك اخبار اكاديميات النادي الاهلي في الكويت. كنت لسه بتكلم مع الكابتن ابراهيم وقال لي طبعا ان هي فيها تجاوب كبير، وكمان فيها مواهب، ولسه كنا بنتكلم على اللاعب اللي اقنعتوه عبد الله اللي تم الاستعانه بيه في القاهره. فعايز اعرف من حضرتك اخبار الاكاديميه ماشيه ازاي، الامور في الكويت بصفه عامه. والله خليني اولا امسي على كابتن ابراهيم واقول له مساء الخير. مساء الخير يا فندم. هو ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. في الكويت الكابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم ده في عندنا احنا موسيقار الاجيال وفي مدرب الاجيال. ربنا يخليك. ابراهيم عبد الصمد مدرب الاجيال. اولا تشرفنا بضيافته هنا في الكويت في الاكاديميه، وزار كل الفروع، وبصراحه الفتره اللي حضرته جه فيها كان كتله من النشاط بتتحرك على الارض. بدينا احنا في الاكاديميه في الفرع الرئيسي في منطقه التلميه،
وفي عندنا فرع في منطقه اكثر من منطقه، عندنا اربع فروع في الكويت. كابتن ابراهيم مجرد ما جه بدا في الو مع حضرتك، اتفضل استاذ معاذ. كابتن ابراهيم مجرد ما جه بدا في تصنيف اللاعبين عندنا وتصنيف المجموعات من ضعيف لمتوسط لمجموعه متقدمه. ابتدى في خطه تدريبيه ممتازه أسفرت عن مجموعه، فرز مجموعه من اللاعبين، وهو ما شاء الله عنده عين ثاقبه في اختيار اللاعبين. طبعا. نعم. فبدا في المجموعات العمريه من 2008 2009، بدا في 2007 2006، وابتدى يعمل عمليه التصنيف عندنا بحيث نفرز مجموعات. وده ادى الى انه احنا ندخل في اكثر من مسابقه هنا، والحمد لله الاكاديميه واخده مرحله متقدمه جدا مع بالنسبه للاكاديميات الموجوده، وطبعا اكيد باكاديميه النادي الاهلي وباشراف النادي الاهلي. طبعا طبعا. تمام. نعم. يعني استاذ معاذ، عايز اعرف من حضرتك تقييمك للتجربه بصفه عامه. يعني تقييمك لتجربه وجود اكاديميه الاهلي في الكويت. تجربه اكاديميه النادي الاهلي في الكويت اكاديميه كانت فريده من نوعها. تمام. بدينا بيها، لقينا اقبال كبير من اولياء الامور ومن الولاد الصغيرين. فتخيل انت مثلا عندنا ما يقرب من حوالي 350 ولد، ال 350 لابسين تيشيرت النادي الاهلي. تمام. مش بس عمل كده، لا، ده عمل نوع من الحاله الاجتماعيه مع بالنسبه لاولياء الامور والولاد. احنا كل ثلاث شهور بيبقى عندنا نظام احتفاليه، عندنا نظام تقييم للمجموعات بحيث نختار افضل جروب موجود. طبعا بيشرفونا كباتن وشرفونا كباتن من مصر. كابتن وليد صلاح الدين شرفنا، كابتن حسام عاشور شرفنا، كابتن خالد بيبو شرفنا. طبعا الزياره اللي كانت فيها افاده كبيره زياره كابتن ابراهيم عبد الصمد. طبعا العين الخبيره. طبعا بصفه اني ليس متمرس في الموضوع التدريبات او اللعيبه، ولكن انا حضرت اكثر من اجتماع مع كابتن ابراهيم مجرد انه خد الكباتن عندنا المدربين وابتدى يقعد معاهم بالساعتين ثلاث ساعات في وضع خطط تدريبيه ووضع عمليه التنظيم نفسها، بحيث الولد الصغير زي مجرد انه يبتدي يلعب نحافظ على عضلاته، نحافظ على اللياقه بتاعته، نشوف طريقه الاكل، النوم، وكمان مش كده وبس، لا، ده الكابتن ابراهيم ربنا يكرمه عمل اجتماع مع اولياء الامور للاعيبه، ودي كانت فريده من نوعها، بحيث انه يدي تعليمات معينه لاولياء الامور، ازاي الولد ياكل، ازاي يشرب، ازاي لو وزنه ثقيل ازاي يخف شويه، مواعيد التدريب. يعني بمعنى انا مثلا لو عندي ابني عاوز يلعب كتير، عاوز يتحرك كتير، لا، هو قال لك في جرعه معينه للعب. يعني انت تعرف حضرتك الامور طبعا الدقيقه ما شاء الله خبير فيها. طبعا طبعا. يعني برضو عايز اعرف من حضرتك يا استاذ معاذ، يعني يعني المستقبل، هل في نيه مستقبليه طبعا لتمديد التعاقد لفتره اطول مع النادي الاهلي، او بعد طبعا ما تمد الثلاث سنين بالظبط؟ يعني انا عايز اعرف برضو ايضا، هل ممكن يتم برضو يعني افتتاح اكثر من فرع للاكاديميه في الكويت بعد تمديد التعاقد لثلاث سنين؟ اولا احنا سعداء جدا بتمديد التعاقد مع النادي الاهلي، وده يدل على ثقه النادي الاهلي الكبيره فينا. وثلاث سنين شغل وعمل مع النادي الاهلي ده يدل انه بالفعل احنا ماشيين صح. عشان تجدد لك لمده ثلاث سنين مره ثانيه، معنى كده انه احنا شغالين صح وشغلنا ماشي كويس. احنا كان عندنا فرع واحد. تمام. عندنا اربع فروع. تمام. عدد كبير اكيد طبعا، يعني بسم الله ما شاء الله. ومش كده، لا، واخد المدن الكبرى فيه. يعني شوف حضرتك احنا عندنا مثلا مدينه زي مدينه السلميه تضم مجموعه كبيره من المغتربين المصريين. دي تعتبر المركز الاساسي. منطقه زي منطقه الفروانيه
منطقه زي منطقه الزهره، منطقه زي منطقه المنطقه العاشره الفاحيل. الاربع مناطق دول يتباعدوا عن بعض، اكاديميه النادي الاهلي وصلت لكل منطقه فيهم. وبيقدر اي مصري او غير مصري، طبعا احنا عندنا غير مصريين على فكره. تمام طبعا اكيد طبعا. مش للمصريين، لا احنا عندنا جنسيات كثيره. ويمكن في اكثر من لقاء في التلفزيون ظهر مجموعه من الجنسيات يعني يتكلموا. فبقول لحضرتك انه الخطه التدريبيه اللي احنا ماشيين بيها تدل انه احنا ماشيين صح وماشيين كويس. والدليل الاعداد عندنا بتتزايد كل سنه عن سنه. أكيد طبعًا يا أستاذ معاذ، يعني تشرفت بوجود حضرتك معايا، وأكيد كل التوفيق لحضرتك والكابتن إبراهيم. كابتن إبراهيم بصراحة كابتن زي ما قلت لحضرتك هو مدرب الأجيال. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك، شكرًا. الله يخليك، كل سنة وأنت طيب يا كابتن. أنت طيب يا فندم، طيب. وطبعًا يا أستاذ معاذ يعني إحنا آسفين أخذنا حضرتك من مشاهدة مباراة ليفربول. على فكرة زيارته عندنا يا كابتن عمر، زيارته عندنا في البيت كانت مثمرة جدًا جدًا. ونتمنى انه يزورنا على طول ان شاء الله. لا ان شاء الله يا فندم. يعني انا استاذ معاذ طبعا بعتذر لحضرتك عن كنت حضرتك بتتفرج على مباراه ليفربول وايس روما، اخذناك من مشاهده المباراه طبعا ال 2-2. لا 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 بالعكس، احنا بنتشرف لحضرتك يا كابتن. انا عارف ان حضرتك دلوقتي خلاص مصري، فكل بقى يعني كل تمنياتك اكيد لصلاح بالتوفيق، وان شاء الله يكونوا موجودين في النهائي ويقدروا يتوجوا للشامبيونز ليج. كل مصريه تتقدم بالامام، وخصوصا كابتن محمد صلاح اللي عامل روح مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي كله. ويكفي ان الولاد الصغيرين حاليا عندنا في الاكاديميه كل واحد فيهم يتمنى يكون صلاح. طبعا يعني استاذ معاذ بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. اكيد طبعا يعني كانت مكالمه مهمه جدا، وعرفنا منه اخر الاخبار اللي بتدور في الكويت. طبعا لسه مكمل معايا الكابتن ابراهيم عبد الصمد، ولسه كلامنا مستمر على اكاديميات النادي الاهلي، ولسه الكلام هيطول على بقى الرؤيه المستقبليه، وهنتكلم على كلام كتير جدا وازاي كمان الولد يشترك فيها الاكاديميه. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مع ضيفي وضيفكم الكابتن ابراهيم عبد الصمد. بلعب نص ملعب، وكمان نفسي اطلع زي عبد الله السعيد. انا مواليد 2006 بالنادي الاهلي، احنا طلعنا مركز اول الحمد لله. احمد فتحي. في 2008 حصلت على بطوله السوبر دوري المنطقه، حصلنا مركز اول الحمد لله. كان النادي الاهلي ده نادي بطولات. احب اشكر كابتن هشام وكابتن ابراهيم كل صندوني، محمد صلاح يعني ومحمد متحف. بلعب في فريق كام؟ 2008. بطولة المركز الأول؟ خدناه الحمد لله. نفسك تبقى زي مين في النادي الأهلي؟ النادي الأهلي. نفسك تبقى زي مين في مصر؟ سعد سمير. فريق 2008 أنا واخد المركز الأول، محمد صلاح أكيد وكريستيانو يعني. بلعب ناحية الشمال ونفسي أبقى زي مروان محسن. 2005 حصلنا على المركز الثاني ووصلنا للفاينل، بس ربنا ما وفقش، كنا عاملين هجمات عليهم وكنا ماسكين كورة عليهم، ويعني ربنا ما وفقناش. الحمد لله طلعنا على المركز الثاني. علي معلول. بلعب في مواليد 2005 في النادي الاهلي، وخدنا الحمد لله المركز الثاني، كنا ان شاء الله وصلنا للنهائي بس ربنا ما وفقش. ان شاء الله نفسي ابقى زي الكابتن احمد فتحي. مواليد 2005 ان شاء الله طلعنا كنا المركز الثاني وما كانش فيه توفيق، ان شاء الله محمد صلاح. 2005 حصلت على المركز الثاني الحمد لله، طبعا مروان محسن. اهلا بحضراتكم من جديد، وشفنا تقرير طبعا مع نجوم المستقبل لعيبه النادي الاهلي، وكمان يعني كلهم بسم الله ما شاء الله حافظين الكلام، يعني حافظين كلام لعيبه الكوره كلهم اكيد، يعني كابتن ابراهيم كلهم حافظين الكلام. لا يعني ما شاء الحمد لله ربنا وفقني، كله متعلم وكله في مدارس كويسه، وحته التعليم دي
نمرة واحد يعني. انا دايما بقول لهم انا هشوف الشهادات طبعا الشهادات بتاعته فيها حاجات مش مظبوطه احنا نستبعده يعني. لا كابتن طبعا يعني يعني والله كابتن يعني نادر لما نلاقي طبعا حد زي حضرتك كده بيهتم بالجانب التعليمي زي ما حضرتك قلت. الجانب التعليمي بيكون ليه دور مهم جدا في استيعاب التعليمات في التواصل ما بينه وما بين المدير الفني. لكن لسه طبعا مكمل مع حضرتك والسؤال المهم دلوقتي كابتن، كيفيه الاشتراك للاعب كره قدم في اكاديميات النادي الاهلي سواء كان عضو او غير عضو؟ حضرتك عارف طبعا اكيد في اولياء امور بيتفرجوا علينا وبالتالي حابين يعرفوا من حضرتك ازاي اشترك لابني في النادي الاهلي سواء انا كنت عضو او مش عضو في النادي. لا طبعا لازم يبقى في يعني ميزه للاعضاء العاملين في النادي فبنعمل لهم تخفيض كويس. تمام. الاشتراك بيبقى اولا احنا اقل اكاديميه بتاخد فلوس لان مش الغرض نمره واحد زي ما قلت لك، مش الغرض الربح الاول. الغرض ان انت تستوعب مجموعه من اللعيبه الاكفاء ان انت تقدر تصعدهم القطاع الناشئين، وبالتالي في اكاديميات مثلا 1000 جنيه في الشهر وكده وحاجات كده. تمام يعني. لا لا اكيد طبعا احنا هو الاشتراك سنوي يا كابتن ابراهيم. الاشتراك سنوي او نصف سنوي. تمام. بالنسبه للاعضاء كان السنه اللي فاتت 2500 في السنه. السنه كلها 12 شهر. شنطه اللبس بس اللي بنديها لهم بحوالي 700 800 جنيه. تمام. الغير اعضاء بنزود حوالي 1000 جنيه، كان 3750 السنه اللي فاتت. طبعا لما يكون الشنطه اللبس مثلا 700 800 جنيه والفلوس دي متوزعه على كل السنه تلاقي ان احنا اقل اكاديميه طبعا طبعا اكاديميه بتاخد يعني. فالحمد لله مش عايز اطلع من القصه بتاعت الاهلي بيه، عايز ارجع ليها تاني. طبعا الحقيقه الاهلي بيه عملت جو غير طبيعي، وانا من هنا بتشكر لمجموعه المدربين اللي كانوا ماسكين الحقيقه، الكابتن هشام بركات والكابتن وائل عنتر كانوا ماسكين 2005، الكابتن موفق الباشا والكابتن احمد رزق ماسكين 2006، كابتن محمد عبد الحافظ ماسك 2007 هو والكابتن اسلام، الكابتن هشام عويس واسلام كانوا ماسكين 2008. انا بقدم لهم الشكر لان اولا كنت بيجوا ايام زياده عشان الحاجات التخصصيه اللي يعملوها طبعا للاولاد غير تمرينات الاكاديميه المعتاده. الناس اللي في الشيخ زايد بعمل لهم يوم زياده اللي في الشيخ زايد، وانا من هنا برضو بتشكر الحقيقه لمدير النادي اللي هناك اللي كان بيساعدنا الحقيقه ان احنا بيساعدنا ان احنا نستعمل الملعب يوم زياده عشان نقدر نزود الاولاد بتوع 2005 و6 و7 و8 بنعمل لهم يوم زياده هناك. فأنا من هنا بتشكر له وبتشكر لكل أولياء الأمور الحقيقة اللي ساعدونا إنهم واقفين جنب أولادهم الحقيقة، وإن يعني مواظبين على التمارين، وهم يمكن اللي وصلونا لقصة النجاح اللي إحنا عاملينها. بس برضو في حتة لوم صغيرة على بعض أولياء الأمور اللي هم بيستعجلوا ان اولادهم يبقوا مشكله كبيره يا كابتن. لا مشكله كبيره بس يعني كل واحد بيحب ابنه قوي بالتفاهم بنقدر نوصل لصيغه مشتركه طبعًا. يعني في اولياء امور بيستعجلوا لا ما تخلوش في المجموعه الاولى، لا حطه في المجموعه الثانيه، لا حطه في المجموعه المتميزه بسرعه. بفهمهم يعني ما فيش حد. طب نصيحه حضرتك لولي الامر اللي دايما بيتابع ابنه في مجال كره القدم، هل الافضل يا كابتن ان هو يسيبه؟ يعني مش يسيبه اللي هو يهمله، لا انا بتكلم على يعني عدم تدخله بشكل كبير في مع المدرب ومع الاجهزه الفنيه، كونه لاعب في الاكاديميه. حضرتك تنصح ولي الامر بايه؟ اولا هو بيسلم ولاده لابهات ثانيه، احنا طبعا دول اول طبعًا ما بيدخلوا جوه الملعب دول بيبقوا ولادنا، بنبقى حريصين على سلامتهم وعلى ادائهم وعلى تعليمهم بطريقه جيده بحيث يقدر يتوصلهم للمستوى الاحسن يعني. فاولياء الامور بعض منهم الحقيقه يعني كتير منهم جدا متفاهمين جدا، وعلى فكره المتفاهمين دول بيبقوا اولادهم كويسين، اللي بيحاولوا يتدخلوا وهم اللي شايفين اولادهم قليلين بيأثر على ابنه بالسلب وعايزين ينططوا اولادهم. انا بفهمهم بقول لهم طب في المدرسه ممكن ننطط واحد من سنه اولى سنه ثالثه؟ لا طبعا. من سنه ثانيه لسنه رابعه؟ لا لازم ياخد الدروس بتاع السنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه عشان يقدر يحصل كويس ويقدر وعشان يبقى مستعد كمان، لان كل سن وكل مجموعه بيبقى ليها مجموعه تمارين معينه عشان تقدر توصل الولد لمستوى من الكفاءه تقدر تأهله
المجموعه الاقوى. اولياء الامور مش فاهمين كده يعني. بعض من اولياء الامور يقول لي انت ما بتديهمش بدني. اديهم بدني ازاي؟ ما يفهمش يا كابتن ان الولد الصغير تكوين جسمه غير الولد الكبير. ما عندوش عضلات عشان اديله بدني بالظبط. مجموعه الياف لسه يبقى زي النبته اللي طالعه، النبته اللي طالعه صغيره كده وانا بسقيها ميه كتير فروح النبته دي تروح ميته مني. فهم يعني بعض منهم الحقيقه، والبعض الكتير متفاهمين الحقيقه، بعض الكتير متفاهمين والحقيقه ساعدونا، ومن هنا بقدم لهم الحقيقه الشكر، وهم يعني كانوا يعني من اصحاب النجاح يعني من شركاء في النجاح ان احنا وصلنا ان في ثلاث فرق انهم يكسبوا مركز اول وفرقه تكسب مركز ثاني. ده مستوى نجاح ساعدنا فيه الحقيقه اولياء الامور، ساعدنا فيه مجموعه المدربين المتطوعين بدون اجر، عشان بعض اولياء الامور بيقول لك يعني لا ما كانوا بدون اجر ساعات، بس يعني بنديهم حاجات بسيطه كده بس عشان المواصلات. انما بتوع الشيخ زايد الحقيقه في الاخر بعد ما خلصنا الدوري عرضنا الولاد دول على قطاع الناشئين في النادي. المجموعه اللي كانت هتمشي خدوا منهم حوالي 16 ولد. يعني انا معايا طبعا كابتن لحد ما نشوف الاسامي. طبعا اقول لحضرتك خبر يمكن خبر اكيد هيفرح كل المصريين، مباراه روما وليفربول انتهت 4-2 لروما، وبالتالي محمد صلاح وفريق ليفربول الى نهائي دوري ابطال اوروبا. يعني فخر مصر وفخر العرب. محمد صلاح الف مبروك لكل المصريين. اكيد يعني كلنا كنا بنتابع المباراه والحمد لله. يعني اعتقد يا كابتن انجاز كبير جدا، وان شاء الله هتبقى مباراه صعبه جدا، لكن ان شاء الله كلنا بقى 90 مليون او 100 مليون مصري بيدعوا هو الاول ان فريق ليفربول محمد صلاح طبعا ندعيله هو الاول وبعدين ندعي ليفربول. هتفرق معاه كابتن بشكل كبير لو ربنا كرمه وتوج ببطوله دوري الابطال في صراعه مع طبعا مع ليونيل ميسي ورونالدو في البالون دور او في جائزه الدبس. لكن يا كابتن خليني اقول لحضرتك يمكن فكره، هل حضرتك فكرت في يوم من الايام ان ممكن اكاديميات النادي الاهلي تتوسع في افريقيا، يبقى موجود فروع للاكاديميات في يعني افريقيا؟ حضرتك عارف ان افريقيا مليئه بالمواهب، فهل حضرتك جه على دماغك التفكير ده؟ هقول لك انت بتخطف الكلام من عندنا ولا ايه؟ شفت يا كابتن هتقعد تحرق كل الحاجات لازم اللي احنا مذيع جبت. لازم اسبق قبل حضرتك. احنا مقدمين لمجلس الاداره ولجنه الكوره ان احنا فعلا عايزين نتوسع في افريقيا، لان اوروبا كلها هم بيجيبوا اللعيبه بتاعت الافارقه الكويسين دول منين؟ يعني كلنا كنا بنتساءل يعني اللعيبه دول ازاي كويسين كده واوروبا بتكتشفهم. لا، اوروبا عامله مدارس جوه البلاد الافريقيه طبعا، اكاديميات جوه وهي اللي بتشرف عليها، ومدربين من عندها، واللعيب اللي بيبرز بتروح خطفاه على طول هناك، بيتعايش بقى طبعا، بيتعايش مع الفرقه، بياكل ويشرب ويتعلم كل حاجه تبقى مع الفرقه الاجنبيه اللي هو راح. وبالتالي المنتخبات الافريقيه مستوياتها ما بتبقاش معروفه من سنه لسنه طبعا، لان ولادهم بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه ومش معروفين، ولما بيجي يتكون منتخبات بيروحوا مستدعينهم وبالتالي بيبقوا مجهولين بالنسبه لنا طبعا. احنا نفسنا نوصل للقصه دي ويبقى لينا اكاديميات. هناك انت خطفت انا لازم عشان يبقى في سد مجلس الاداره وبعدين بعدين بقى ده كلام مش حلو. طيب هنروح بقى يعني لسه طبعا ما كمل مع حضرتك، لكن هنروح للتقرير ونشوف بقى ونسمع كلام مدربين الاكاديميه اللي حضرتك كنت بتشكر فيهم. يعني تقرير هنسمع ونشوفه ونرجع نكمل مع كابتن ابراهيم عبد الصمد وكلامنا بقى عن الفريق الاول وعن مباراه الاهلي والترجي اللي هتكون يوم الجمعه القادم في دوري ابطال افريقيا. نروح نشوف التقرير مع مدربين اكاديميه النادي الاهلي ونرجع نكمل مع حضرتك. والله هو في تواصل بين قطاع الناشئين من خلال الكابتن ابراهيم عبد الصمد والدكتور عمرو ابو المجد وكده، وقطاع الناشئين مدينا بمجموعه من اللاعبين ساعدونا وسندونا، وبفضل الله ثم موجود المجموعه دي مع المجموعه بتاعت الاكاديميه. ربنا كرمنا ووصلنا المره النهائيه، لكن للاسف يعني ما حصلش نصيبنا ان احنا خدنا البطوله. احنا معانا 7-8 لعيبه نازلين من قطاع الناشئين ولاعيبه مميزه مع اللعيبه بتاعتنا احنا برضك اللي في الاكاديميه، فان شاء الله في تواصل مستمر زي ما بقول لحضرتك من الكابتن ابراهيم والدكتور عمرو ابو المجد ومع مدرب ال 2005 كابتن احمد سمير. يعني السنه دي كان في حاجه كويسه كابتن ابراهيم عملها ان ابتدى يشارك الولاد في دوري ب، وابتدى عشان ناتج للنادي الاهلي، وابتدينا الحمد لله في ولاد كويسين مبشرين بالخير جدا، والحمد لله الواد ابتدوا يسمعوا
الكلام، بيسمعوا تنفيذ المدرب، بيسمعوا بيطبقوا الكلام في الملعب. طبعا ده صفات النادي الاهلي البطوله، فالحمد لله عليها. وبشكر كابتن ابراهيم، وبشكر طبعا كل الجهاز الفني اللي كان واقف معانا. اول حاجه لازم ان اللعيب يحب مدربه عشان يبدا يستمع، لازم يبقى قدوه ليه، قدوه في اخلاقه وقدوه في احترامه وقدوه في كل شيء. وابتدينا نتعامل من النقطه دي، الولاد تحفيز الولاد، التكتيك في الملعب، الشغل، عشان هو يبقى مستعد. لازم يبقى مدربه قدوه عشان يقدر يستمع منه، لازم يحبه عشان توصل له المعلومه وهو مستجيب ليه، لان انت عامل اساسي وكمان اكتر من الاب كمان. احنا الحمد لله كنا اول ما اجتمع بينا كابتن ابراهيم وقال لنا ان في بطوله باذن الله هنشترك فيها، طبعا بنستعد استعداد البطل كعاده نادي الاهلي دايما، والحمد لله استعدادنا دايما استعداد بطل. ما ينفعش فرقه في نادي الاهلي تنزل تمثل النادي الاهلي وتبقى مركز ثاني او مركز ثالث، لا، احنا دايما اتربينا على كده في نادي الاهلي، احنا دايما المركز الاول الحمد لله رب العالمين، واستعدنا بشكل قوي جدا الحمد لله، وربنا ادانا الفوز، ودايما كعاده نادي الاهلي خدنا اول بطوله القاهره باذن الله، الحمد لله على كل شيء. لما بنكسب اي بطوله باسم النادي الاهلي ده شيء وشرف كبير لاي حد، وكمان لما كنت انت لعبت النادي الاهلي كمان ده بيبقى فخر كبير. فانا لعبت النادي الاهلي والنهارده انا مدرب في النادي الاهلي وبكسب بطوله، اول بطوله ليا مع النادي الاهلي، فاكيد ده شرف ليا وشرف لكل اللي بينتمي للاهلي. وببارك للاعيبتي واولادي اللي جابوا لنا البطوله وعملوا انجاز بدون هزيمه، يعني كسبنا البطوله كلها بدون هزيمه الحمد لله. هنا بتحمل مسؤوليه كبيره قوي لما بتمثل النادي الاهلي، عارف لو بلعب باسم اي نادي تاني ما بقاش في عيب عليك. انما النهارده لما تبقى مدير فني وكابتن بيحملك الاداره الفنيه لفريق 2006، خلاص انا من اول يوم بشتغل على حته البطوله. وبسيتها في الولاد عندي ان النادي الاهلي ما بيلعبش على المركز الثاني ابدا في اي مرحله سنيه واي مسابقه، حتى لو مسابقه وديه. فلما اتكلمت معاهم كده لقيت الولاد عندهم رغبه كبيره جدا، حتى لقيت الروح في الملعب مختلفه عن قبل كده. قبل ما انا اخش مسابقه رسميه كان مجرد تدريبات عاديه، مجرد ان هو عارف ان هو بيخش بطوله رسميه باسم النادي الاهلي الموضوع اختلف، تدريبات اختلفت، تكتيك في الملعب ابتدى يبقى بشكل جيد جدا. والحمد لله زي ما بقول لحضرتك احنا لعبنا 23 مباراه، كسبنا 20 مباراه وتعادلنا 3، فده انجاز يحسب. وكنت بقول لحضرتك ان في البدايه خالص كابتن ابراهيم ما كانش متوقع 2006 ان يوصل لمنصه التتويج، مع الوقت ومع الشغل اللي اتعمل انا وكابتن موفق الباشا المدرب العام الحمد لله وصلنا للفرقه لاعلى مستوى. الحمد لله كل الفرق النهارده كانت بتنزل تعمل لك حساب، وفي الاخر توجنا بالبطوله، والف مبروك لينا والنادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكمل معايا ضيفي وضيفكم الكابتن ابراهيم عبد الصمد. كابتن ابراهيم، الجزء بقى الخاص بمباراه يوم الجمعه والفريق الاول والكلام على استعدادات النادي الاهلي لمباراه الترجي، شايف حضرتك تفوق الاهلي هذا الموسم وحظه لبطوله الدوري من وجهه نظر حضرتك ازاي؟ الاهلي اولا بيضم مجموعه متميزه جدا من لعيبه، يمكن احسن لعيبه على الساحه المحليه. المنتخب مصر بيضم مجموعه كبيره منها. الانجازات اللي حققها الجهاز الفني للنادي الاهلي على مدار السنه، الحقيقه انه يكسب الدوري قبل البطوله بست سبع اسابيع ده سبق وارقام قياسيه ما بتتحققش كتير. بي 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 بيكسب مع مستوى جيد في الاداء يعني، تمام. والمستوى ما يختلفش بين لعيب ولعيب، يعني المجموعه اللي قاعده بره ما تقدرش تقول انهم لعيبه احتياطي، دول لعيبه اساسيين بينزلوا في اي وقت ما بتحسش باي فروق حصلت، ده بيطلع ده بينزل بيقدم نفس المستوى المتميز. ومن هنا انا بحيي الحقيقه الجهاز الفني ومجموعه اللعيبه اللي موجوده، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في الافريقيه، في الدوري الافريقيه. الناس كلها يعني متضايقه ان احنا اتغلبنا الماتشين. الرياضه مكسب وخساره، ما لازم مشكلة كابتن الجمهور الاهلي انه يتعدى على الفوز. ما انا عارف، ما عشان كده النادي الاهلي السبب خلى جمهوره على طول يفوز. فانا كنت اسال حضرتك سؤال، هل حضرتك شايف ان خساره او خساره من الزمالك بعد كده خروج من الكاس، هل حضرتك شايف ان ده ممكن ياثر على النادي الاهلي في مشواره في افريقيا؟ لا 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 لا, 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 لا زي ما يقولوا كده لكل جواد كبوه، انما ما بتفضلش يعني. النادي الاهلي بيقدر يتغلب على احزانه بسرعه، وان شاء الله هم الجهاز الفني انا شايف لجنه الكوره كمان مجتمعين مع اللعيبه، والكل متكاتف ان شاء الله باذن الله في ظهر اللعيبه، على اساس ان نقدر ان شاء الله باذن الله نتخطى الترجي ان شاء الله يوم الجمعه باداء وبنتيجه ان شاء الله تساعدنا في ماتش العوده باذن الله. يعني راي حضرتك الفني في مباراه الترجي، حضرتك عارف ان النادي الاهلي ان شاء الله المباراه يوم الجمعه
عنده غياب ازارو وغياب اجايي مش هيكونوا موجودين في المباراه. ازاي يعني ازاي شايف حضرتك النادي الاهلي يقدر ان هو ان شاء الله يتخطى الترجي التونسي؟ هو طبعا بلا شك الاصابات كانت مؤثره على النادي الاهلي في الماتشين الاخرانيين اللي ما حصلناش فيهم مكسب يعني. طبعا الاثنين اللي متعورين دول اكيد متميزين جدا وكان ليهم صولات وجولات في الماتشات اللي بيلعبوها، وبالتالي البدلاء اللي بينزلوا في نفس المكان ما كانش ليهم وقت في الاحتكاك الجيد، وبالتالي بيقل المستوى سنه لما بينزلوا. نتمنى ان شاء الله باذن الله احنا نتغلب على القصه ديت، واللي موجود ان شاء الله باذن الله يقدر يسد الخانات اللي هي الناس المصابه ان شاء الله في الماتش اللي جاي. وانا شايف ان روح النادي الاهلي ما بتظهرش الا في الشدائد، علشان كده الناس بتستغرب جدا احنا بنحط جوان في الدقائق الاخيره او في الوقت الضايع ليه؟ لان احنا بنلعب لاخر ثانيه واحنا متعودين على كده، ويمكن انت عارف القصه طبعا. دي ما لا نهدأ الا مع صفات الحكم النهائي طبعا. ان شاء الله باذن الله هتبقى عند اللعيبه نفس الروح ونفس الجهد ان شاء الله، ويقدموا لنا ان شاء الله مستوى متميز بمكسب كويس ان شاء الله باذن الله يعوضنا عن المباراه العوده اللي هنلعبها هناك ان شاء الله، وباذن الله نوصل للادوار النهائيه ان شاء الله في دوري الابطال، وان شاء الله باذن الله احنا اللي نشيل الكاس ان شاء الله. طيب قبل ما اسال حضرتك عن دور الجمهور اللي هيبقى موجود في المباراه، نروح لتقرير عن يعني راي الجمهور في الاكاديميات واولياء الامور في الاكاديميات، وارجع اكمل حديثي مع حضرتك. النادي الاهلي طول عمره بيبرز في قطاع الناشئين مواهب كتير، طبعا بتختلف عن الاكاديميات اللي بره في حاجات كتير. الاكاديميات اللي بره بتبقى معظمها ربحيه اكتر ما هي بتاسس لعيب للمستقبل. مدربين النادي الاهلي بيفرقوا كتير، عندهم خبرات كتير، مدربين في الاكاديميات بره بقى معظمهم لا فيش شهادات تدريبيه تقريبا، ويعني بعتبر فعلا على ربح اكتر ما هم بيعتبروا ان هم ياسسوا لعيبه للمستقبل. الاهلي بقى هنا يعني بسم الله ما شاء الله هم يعني بقى لهم سنين بتبرز مواهب في القطاع، محافظ على اسم النادي الاهلي، بتليق باسم النادي الاهلي، يعني اولاد النادي الاهلي فعلا هم اللي بيشيلوا اسمه بعد كده. يعني في السنين اللي فاتت لاحظنا ان كذا وغير كده هم استثمار للنادي الاهلي، اولاد الاهلي هم اللي دخلوا استثمارات كتير للنادي الاهلي، متمثله في رمضان صبحي في تريزيجيه، هم اللي فرقوا مع النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. بالنسبه لاكاديميه الاهلي ده طبعا ده صرح عميق وعريق بالنسبه للاتحاد الكوره المصري وللعالمي، واحنا هنا نتمنى ان نكون احنا من افراد الاكاديميه، وانا جاي بابني هنا، وبالنسبه لي هنا اعداد نفسي وبدني وذهني، بتعد لاعب مش تجاريا، تعده كرياضه وبدني، وكل لاعب كره على مستوى عالمي مش على مستوى محلي بس. ونتمنى ان يكون ربنا كرمنا نكون هنا في النادي الاهلي على طول، الاكاديميه ان شاء الله هي من افضل الاكاديميات اللي موجوده في مصر، اكاديميه النادي الاهلي، وان هي بتطلع ناشئين فعلا وبراعم من مستوى عالي وراقي جدا في الاداء، واتمنى ان هي تبقى افضل من كده بكتير برضو، عشان خاطر في مواهب كتير قوي في مصر بس للاسف محدش كشفهم، وهو المفروض في كشافه كتير شغالين على الناس دي، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. وهي من افضل الاكاديميات اللي موجوده في مصر بفضل الله، ودي حقيقه يعني ده اللي احنا شايفينه، ودي اللي بتصدره وتطلعه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، واتمنى ان هي تكون باذن الله من افضل الاكاديميات اللي موجوده في العالم مش في مصر بس. طبعا النادي الاهلي سباق في كل حاجه على مستوى الوطن العربي والافريقي مش في مصر بس. طبعا الاكاديميه مفيده جدا، يعني بتفيد النادي الاهلي، وحتى اللعيبه اللي ما يكونش لهم حظ او نصيب في النادي الاهلي بيكملوا بره في انديه تانية، بيكونوا يعني في تاسيس صح، وفي ناس برضو بياخدوا فرصه ان هم يسافروا بره مصر. واللي يفيد النادي الاهلي الخطوه الاساسيه ان يفيد النادي الاهلي الاول، فاللي بيفيد النادي الاهلي طبعا بيبقى موجود. انا شايف ان اكاديميه الاهلي هنا شغاله على مستوى عالي، بتفرغ لعيبه على مستوى عالي يعني ما شاء الله، يعني بنتمنى ان هي يعني تتوسع لجميع المحافظات بحيث ان هي تفرغ لعيب اكتر واكتر. يعني كفكره طبعا من الافكار الجيده جدا اللي قام بها النادي الاهلي، وانا كنت معاصر لفكرتها، بدا بها الكابتن محمد رمضان كان مدير الاكاديميات، وكان كابتن طارق سليم الله يرحمه، وهي اتاحت الفرصه لاولاد كتير ظروفهم وحشه ما تقدرش تيجي النادي الاهلي القاهره، بدات تشاف الاكاديميات اللي هي في الاقاليم، فبالتالي اكيد هي افرزت برضو مواهب للقطاع. انا شايف ان الاكاديميه ليها دور كبير في ان هي بتطلع مواهب وبتكتشف مواهب والتنميه، وليها دور كبير برضو في ان هي بتدعم المنتخبات في المستقبل، ونتمنى للنادي الاهلي يبقى احسن نادي في الكون زي ما هو احسن نادي في الكون اكيد يعني.
اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكمل مع الكابتن ابراهيم عبد الصمد. كابتن ابراهيم، ارجع مع حضرتك لمباراه الاهلي والترجي، ويعني كلمه من حضرتك للجمهور اللي ان شاء الله هيكون موجود فيه. لسه حضرتك عارف ان في 15,000 مشجع هيكونوا موجودين، فرساله حضرتك للجمهور اللي هيشارك واللي هيكون له دور في مباراه الاهلي والفوز ان شاء الله بالثلاث نقاط. نمره واحد، اتمنى انهم يتحلوا بالسلوكيات الرياضيه اللي بتشجعنا كتير واحنا بنلعب. كل ما الجمهور بيبقى معانا دايما، احنا بنقول النادي الاهلي الجمهور ده رقم 12 في الملعب. طبعا لا، انا بقول ان جمهور النادي الاهلي رقم واحد في الملعب. كل ما يكون جمهورنا في ظهرنا، كل ما بنطلع كل اللي عندنا. اتمنى ان يبقى في تواجد كبير ان شاء الله باذن الله للجمهور، ويبقى ان شاء الله من اول ثانيه لاخر ثانيه بيشجع الجمهور، وما بي ما ما بي ما بيشحنوش او ما بيشدوش للعب. يبقى كل تشجيعاتنا ايجابيه، حتى لو في اي لعيب مثلا عمل خطا في لعبه او حاجه، طبيعي بيحصل، انما لازم نشجعه ولازم نوقفه على رجله طبعاً. لان المكسب ان شاء الله باذن الله هيبقى لينا. وكل ما يبقى الجمهور في ظهرنا، وكل ما بيشجعنا طول الوقت، وكل ما بيحفزنا، وكل ما بيخلينا نطلع احسن ما عندنا، اتمنى ان شاء الله يبقى متحلين بالسلوكيات الرياضيه ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه باذن الله. سريعا كابتن ابراهيم، عايز اعرف من حضرتك رايك في محمد صلاح، وهل ممكن ان نطلع ناشئين في اوروبا بنفس مستوى محمد صلاح ونفس الطموح والاحلام اللي وصل هو ليها؟ عمل لنا حاله، طبعا عمل لنا حاله في مصر. اولا نجم محبوب بر بوالديه، محدش بيختلف عليه خالص، وبوالديه وباهله ببلده، عمل خير طبعا وبوطنه، وواقف مع كل الناس، عشان كده ربنا يكرمه دايما وواقف جنبه. نتمنى ان كل لاعبتنا الاول انها تحذو طبعا مثال جيد، نفس سلوكه الاخلاقيات، نفس سلوكه الاخلاقي وسلوكه. هو حضرتك قلت الاخلاقيات والسلوكيات اول حاجه، بعد كده الموهبه بتيجي. الاول الموهبه بتيجي، الموهبه بتيجي والتوفيق بيجي. وكل ما يبقى سلوكياتك كويسه وتعاملاتك كويسه مع زمايلك ومع الفرقه اللي بتلعب ضدها ومع الحكام ومع الجمهور، وكل ما يبقى طريقك ان شاء الله باذن الله مضاء ودايما بتوفق، كل ما بيبقى انت قريب من ربنا، كل ما ربنا بيوفقك. هو ده السر، هو ده السر الحقيقي. انا شايف ان هو ده السر طبعاً. محمد صلاح. طيب رأي حضرتك في رمضان صبحي؟ رمضان صبحي انا شايف ان الاوقات اللي بيلعبها قليله جدا في الفرقه اللي هو بيلعبها، ويعني كان اختيار غير موفق. يمكن هو استعجل في حته الاحتراف، انما اختيار موفق غير موفق في النادي. يعني انا بقول كان ممكن يبقى في نادي احسن من كده، لان رمضان صبحي كان من 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 احسن الناشئين اللي طالعين في النادي الاهلي. طبعا انا بس حضرتك عشان خاطر هو بالظبط ناشئ وفعلا ولد من ولاد النادي الاهلي، لكن هل حضرتك دلوقتي لو مكان رمضان صبحي وفريقك، يعني بنسبه ممكن نقول 70-80% هيهبط الى الدوري الدرجه الثانيه الانجليزي، قدام حضرتك اختيارين، هل حضرتك ممكن ترجع النادي الاهلي على سبيل الاعاره، ولا ممكن تكمل في نادي في اوروبا، يعني ممكن في دوري ثاني، او ممكن ثلاث، ممكن تكمل في نفس الدوري بس مع فريق مختلف، فايه الاختيار اللي قدام حضرتك؟ فريق تضمن انك تلعب فيه، ولا ممكن تمر بنفس التجربه اللي بتمر بيها في ستوك سيتي؟ لا، انا شايف ان هو ما يرجعش، يعني طبعًا. لازم يكمل يكمل التجربه. الطريق الالف ميل دايما بيبتدي بخطوه طبعًا. مش معنى ان هو ما وفقش في نادي درجه ثانيه ونزل انه يقطع التجربه ويجي زي بعض من اللعيبه، لكن حضرتك تؤيد ان هو يبقى موجود بس في نادي يلعب فيه؟ لازم يبقى يكمل التجربه ويبقى في نادي ويضمن ان هو يلعب. يشارك بنسبه اكبر، عشان اولا هو مستقبله هو الرياضي، وكمان عشان يقدر يخدم المنتخب المصري بعد كده يعني. فاتمنى ان هو يكمل مسيرته في الاحتراف الخارجي يعني، اتمنى يعني. طيب يعني قبل بقى ما اخد حضرتك للنهايه، عايز اعرف من حضرتك لو كلمه كده اخيره من كابتن ابراهيم عبد الصمد خاصه بسواء الاكاديميات او بخصوص الاكاديميات، يعني حاجه نفس حضرتك تقولها. الحمد لله التجربه بتاعت الاهلي بي الحمد لله نجحت ان احنا نعمل منتخب من الاكاديميه، وبقى كل الناس الاهالي المشتركين في الاكاديميه عندهم الفرصه ان شاء الله باذن الله انهم ينضموا لقطاع الناشئين. الان الاحتكاك زود اللعيبه جدا، عرضنا الولاد دول على قطاع الناشئين، سواء اللي هو مديهم لنا اللي كانوا هيمشوا ويروحوا نوادي تانية بينافسونا، رجعنا منهم من 34 لعيب هو مديهم لنا، رجعنا 16 لعيب مستوى ألف، أنا مديهم في التقييم مستوى ألف،
والكابتن عمرو والمجموعه بتاعه المدربين خدوهم تاني لقطاع الناشئين، خدوا من عندنا من الاكاديميات، من مستوى الاكاديميات 25 لعيب، وده سبق للاكاديميات، ما حصلش قبل كده ان 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 قطاع الناشئين ياخد 25 لعيب اعمار مختلفه يضمهم لقطاع الناشئين. مجموعه كبيره قوي حقيقه من الشيخ زايد، وانا بحيي المدربين بتوع الاكاديميه بتوع الشيخ زايد، مجموعه كبيره جدا من اللعيبه اللي في الشيخ زايد في الاعمار المختلفه انضموا لقطاع الناشئين، وانا بحيي هنا المدربين اللي في اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد، بحيي المدربين اللي موجودين في اكاديميه الاهلي في مدينه نصر اللي هم قدروا يعملوا التوليفه الجميله اللي طلعنا بيها السنه دي في الاهلي بيه، وقدرنا نكسب 3 بطولات والبطوله الثالثه الرابعه طلعنا المركز الثاني. زي ما بقول لك احنا ما كناش بندور على البطوله كبطوله اكتر ما احنا بندور ان الولاد يحتكوا، انهم الاحتكاك ده يفيدهم فنيا ونرتقي بمستواهم بحيث نقدر نقدمه لقطاع الناشئين. وده الحقيقه ده النجاح اللي احنا وصلنا له. اتمنى ان مجلس الاداره ان شاء الله باذن الله يوافق على استمرار الاهلي به في الاعوام القادمه، لان دي اولا عملت لنا جو اكثر من ممتاز، اولا بالنسبه للعيبه وانتظامهم في التدريب، وده زود مستواهم، خلقت لنا اولا زياده الاعداد زادت، اعداد زادت في كل الاكاديميات، لان احنا حطيناهم على اول الطريق. الاول كان بيجي الاكاديميه يتمرن ويمشي، دلوقتي بيجي الاكاديميه عنده امل انه يتاخد في الاهلي به، عنده امل انه يتقدم لقطاع الناشئين. فاتمنى ان الفكره دي تفضل موجوده، وباذن الله في افكار ثانيه عندنا ان شاء الله هنقدمها لجنه الكره والمجلس الاداري، اتمنى انهم يوافقوا عليها ان شاء الله، واتمنى انهم يوافقوا على مجموعه الاكاديميات اللي احنا متقدمين بيها، ويبقى انتشار النادي الاهلي ان شاء الله سواء داخل المحافظات كلها وان شاء الله باذن الله خارج القطر. كابتن ابراهيم شرفتني ونورتنا يا كابتن، كنت سعيد جدا ان انا اكون موجود مع حضرتك، واستفدت كتير جدا من كلام حضرتك الفني، وكمان على يعني السلوكيات والاخلاقيات اللي اكيد بسطني وسعدني، واكيد كل الناس اللي بتتفرج على حضرتك اكيد استفادت كتير جدا من خبره حضرتك الفنيه. ان شاء الله يكون ليا مع حضرتك حديث وحديث كثير ان شاء الله. انا متشكر على اللقاء ومتشكر على قناه الاهلي وكل الاعداد الجميل اللي انت عملته، وشويه الحاجات اللي اتفرجتنا عليها الجميله دي، شويه الحاجات اللي اتفرجنا عليها الولاد والمدربين واولياء الامور. متشكر على اللقاء، واتمنى ليكم دايما التوفيق والنجاح ان شاء الله. طبعا كلها ايام، ويعني هيغيب عنا واحد من نجوم نادي الاهلي لعبا، يعني واحد من اعظم اللعيبه اللي موجوده، واحد من كباتن النادي الاهلي اللي كان ليهم تاثير كبير جدا في عالم كره القدم والنادي الاهلي، في الولاء وفي يعني حبه للفانيلا الحمراء، الكابتن حسام غالي. هيكون مهرجان اعتزاله اكيد للكابتن حسام غالي، مش بس لاعب كره قدم، هو شخصيه قويه جدا، شخصيه كبيره في عالم كره القدم وفي مجال كره القدم في النادي الاهلي، اثر بشكل كبير على النادي الاهلي، النادي الاهلي استفاد منه، واكيد يعني مش بس كمان يعني هنستفاد منه داخل الملعب، لا ده كمان ان شاء الله بره الملعب، اكيد قدوه كبيره جدا، لاعب عنده تاريخ كبير سواء مع النادي الاهلي او مع الانديه اللي احترف ليها، لعب لاكبر الانديه سواء في هولندا او في انجلترا، وزي ما احنا عارفين محدش بيختلف على موهبه حسام غالي. حسام غالي واحد من امهر اللاعبين، واحد من اللاعبين اللي خلاص كام يوم وهيعتزل، لكن كل معظم الناس بتطالب بيه يعني ان هو يصبر شويه لحد انتهاء البطوله الافريقيه، لكن خلاص هو قرر ان هو يعتزل كره القدم، وهو شايف ان هو ده الوقت المناسب اللي هو يعتزل فيه. فكل التوفيق للكابتن حسام غالي، كابتن نادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، وواحد من يعني اكتر اللعيبه اللي متعتنا في المستطيل الاخضر، فان شاء الله كل التوفيق ليه، ان شاء الله نشوفه دايما كده يعني بره الملعب وجوه الملعب بخير وصحه وسلام. نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقات جديده، والاهلي يحاور. نشوفكم على خير وتصبحوا على الف خير.